جيت هنا بقول لهم انا جوزي كان مع موعده في 19 شهر، اجينا هان عايو حتمونا، رديت هالكت رحت بقول لهم انا بدي الموعد في نفس اليوم. طب انا جوزي اختيار بقدرش يجي تعبان، يعني وين نروح احنا نتحكى؟ وباخذ تامين وبندفع ودنيا ودين، ليش ما يحكموا الناس؟ الناس كلها تعبانه بروحوا على العيادات في الشدوى، بدنا نتحكى ما حكموناش بعدين معاهم مروحه. ليش هضرب؟ مش عارف، ما حدا عارف ليش هضرب، ولا بحكي ولا بسوي بصوت خف. ايش علاج؟ ايش دكاتره؟ مضربين شو بنساوي؟ بدينا هو وبدينا الدكاتره كلها بالموظفين. شو الانسان بده يجي هنا شو بده يسوي؟ يقاتل الناس؟ لا خلاص. جيت اسجل البنت جبتها من المدرسه على دكتور الجلد، بيحكوا لي داوم ال 12 وبعدين عندهم اضراب. ما عرفتش طبعا، ما سالتش شو الموضوع.